الله يهديك يا مسعود. طب انا قلت لك جيب لي اخبار البط، جايب لي خاتمه. وكبس روحك وانت تحكي معايا. الخاتمه هذيك خذيها الشيء اللي ما عند البشير. يا انا شو دخل؟ ثبت الخاتم وشوف الكيشه نتاعو. سايق قدامك. هز الخاتم نتاعو كثير من قدامي وما عادش تجيب لي حياه فارغ كيما هكا. ما فهمت، ما فهمتنيش. ثبت في الخاتم، شوف الكيشه نتاعو بالهبري. خاتم زمني وقديم نتاع يهود. ايش يعمل عند البشير؟ ماك تعرف اليهود والنصارى يدفنوا الموتى نتاعهم بالذهب. يعني انت تبع الخط. ايش معناها؟ بشير ينبس في القبور؟ الله اعلم، انا ما قلت شيء. وشي اللي ذاك معاه زادة؟ الله اعلم، انا ما قلت شيء. ايش بك خايف انت تتكلم؟ بالطبيعه نخاف، جماعه مزربه ما ترحمش، كان يسمعوا بي ما يقصفوني. باهي اسمعني مليح. طفي الضوء. الخاتم هذا يبيعه لواحد من ربط. عطوه كبتيه بشير. واحنا نخدموا خدمتنا ونتبعوا السرق لباب الدار. الله يبارك. واللي تعملوا مبروك. أي خاطرك. سامحني الخاتمة. نشدوا في راس الفتلة. كيفاه؟ لو كان اللي في بالي يطلع صحيح وبشير يطلع في اللعبة، الشيخ صالح خرمه أفريات وكل مش وليه عندي هنا أول بأول. أنا لعبة. اسمعني مليح، بشير تحطه في السيب متاعك وتحطه جماعة يتبعوه 24/24 وتعطيني تقرير يومي على كل تحركاته. واضح، هذا يتم من غدوة الصباح ويبدأوا نتبعوه. مدام عبيد، مرحبا. مرحبا. عايشك. تفضل مسعود، مساك الله وراك. اش احوالك؟ الحمد لله. قالوا لي بدك ورساجي؟ سي عبد المجيد اللي يخدم معك فسر لي كل شيء. خبيا مازال ما جاش؟ مازال، انا بعثنا نجيبوا فيه. زعما مش نحكي له على حكايه الحريقه.